اذا بدنا نحاول نلاقي الترانسفير فانكشن تبع هذا البندلوم اكسبيرمنتلي. قديش الطول انت قسته؟ 87.5. 87. اذا عندي من هون لمركز هذا، طبعا رح نعتبر احنا الماس كلها كانها مركزه بالنقطه هاي، فهذا الطول من هون لمركز، لو سافرنا السنتر اوف جرافيتي تبع هون قديش؟ 87.5، يعني اعتبرها 0.875 متر. اوكي، هلا احنا هون في عنا معادله، ممكن نشتق المعادله، نشتق الترانسفير فانكشن. رح نفترض انه الانبوت للسيستم هو التورك. من وين رح يجيني التورك؟ من الموتور. التورك والاوتبوت ايش رح اعتبره؟ ثيتا. هو الزاويه ثيتا. فانا عندي ترانسفير فانكشن، او هذا السيستم رح يصير فيه له ترانسفير فانكشن، بدي الاقيها هي اف اوف اس. الانبوت عندي هون تاو از ا فانكشن اوف تايم، والاوتبوت هو ثيتا از ا فانكشن اوف تايم. ماشي، الكل واضح بالنسبه لكم هاي؟ هلا هذا احنا عارفين انه سكند اوردر سيستم اندر دامبت، واضح انه اندر دامبت. هاي هون اذا هاي اخذت انيشال كونديشن، ما حطيت انا عليه تورك، اخذت انيشال كونديشن. تذكروا تعلمتوا كيف تطلعوا تحلوا الريسبونس لانيشال كونديشن، وهون عمالي بتركه، فواضح انه عمالي بعمل اوسيليشنز. فالريسبونس اللي عم بيصير هون هو الشكل التالي، هذه هون الزمن، وهذه هون ثيتا اوف تي، وثيتا اوف تي عمالها بتبدا من انيشال فاليو وبعدين بتعمل هيك، مزبوط صح؟ عمالها بترجع بالنهايه لزيرو، لانه هاي زيرو، انا افترضت انه هاي الزاويه هي زيرو. يعني لو طلعت على البندلم بهذا الشكل، هاي الاكسس، ولو البندلم هون، راح افترض انه هاي الزاويه هي ثيتا اوف تي، الزاويه للهوريزونتال، وبوزيتيف على جهه وراح اعتبرها نيجاتيف على الجهه الثانيه. لو جينا رسمنا هذا، هذا بامكاني ارسم له الانفلوب، اذا متذكرين الانفلوب. ففي عندي هون انفلوب ممكن ارسمه زي هيك، مزبوط؟ ونفس هذا الانفلوب بقابله انفلوب ثاني ممكن ارسمه زي هيك. الفريكونسي تبعت هاي ايش هي؟ اي بارامتر الفريكونسي تبعت هذا الريسبونس؟ اوميجا. اوميجا ايش؟ دي. اوميجا دي ولا اوميجا ان؟ اوميجا دي. اوميجا دي. اذا هاي الفريكونسي اللي موجوده هون، فاذا جيت اطلعت على هذا الزمن من هون، هذا بتناسب مع اوميجا دي، مزبوط؟ واضح؟ ايش اوميجا دي؟ دامبت فريكونسي. وفي شيء ثاني ايش اسمه؟ ناتشرال اندامبت فريكونسي. الناتشرال اندامبت فريكونسي بشوفها لو كان الفيسكوس فريكشن عندي هون زيرو. لو فيش هون فيسكوس فريكشن ومسكت هذا وتركته، لو فيش فيسكوس فريكشن ايش راح يصير في الريسبونس تبع البندلوم؟ راح يضل يتحرك للابد هيك، مزبوط؟ وبالتالي ما فيش عندي اوميجا دي، اوميجا دي راح تكون نفسها اوميجا ان بهذيك الحاله، بس هون انا ما بشوف اوميجا ان، وين بشوف اوميجا ان هون؟ في الاوفر داون. بهاي الرسمه هو ايش؟ عند ايش؟ عند تي ايكوال زيرو بشوف هذا هون، بس في شيء هون راح يدلني على اوميجا ان. عند السيتلينج تايم. سيتلينج تايم تمام. شو وينه السيتلينج تايم هون؟ وين ببين؟ ايش اللي محدد لي السيتلينج تايم هون؟ بعد 5000 تمام. وين هذا؟ وين الشيء اللي بدلني هون على السيتلينج تايم؟ الانفلوب تمام. شو الانفلوب هذا معادلته والديكي تبعه؟ اكسبوننشال ايش؟ ماينس تاو ماينس زيتا تي زيتا اوميجا ان، مش هيك مزبوط ولا انا غلطان بالهاي؟ مزبوط، لانه زيتا اوميجا ان هو واحد على تاو تبع هذا السكند اوردر سيستم، وتي مزبوط. فهذا كانه بيساوي اي تو ذا ماينس تي واحد على زيتا اوميجا ان، وواحد على زيتا اوميجا ان كانه ايش؟ كانه تايم كونستانت، بس لسكند اوردر سيستم، مش هيك؟ الديكي هذا راح يصير اسرع حسب هدول، مش هيك؟ مزبوط. اذا كان الدامبنج عندي اكثر راح يكون اسرع، اذا الدامبنج اقل راح يكون ابطا. الكل متذكر هاي؟ يعني من الكنترول، من الكنترول او المودلينج. اطلع على هاي، هاي فيها شغلتين، فيها هذا اللي بيعمل هيك، الفريكونسي اللي موجوده هون هي اوميجا دي. طبعا اوميجا دي هي زمن، هذه مش اوميجا دي، بس يعني هي منها بطلع اوميجا دي، بطلع هون التي وبطلع منها اوميجا دي، مزبوط. وهذا الديكي اللي بصير هون عايش راح يعتمد منطقا، اصلا احنا قلنا راح يعتمد على الدامبنج ريشو، مش هيك؟ فالسيتلينج تايم بيعتمد على واحد على زيتا اوميجا ان. بامكانك تفكر زي ما كنا نحكي في الفيرست اوردر سيستم، بامكانك تفكر في تاو للسكند اوردر سيستم بيساوي واحد على زيتا اوميجا ان. ولذلك احنا كنا نقول هون لما نستنى للسيستم هذا 5 تاو بيعمل سيتلينج، مين هي التاو اللي موجوده هون؟ انتوا التاو اللي بالفيرست اوردر سيستم شو كنتوا تطلعوها؟ ايش كانت؟
ار سي مثلا مش هيك فيرست اوردر سيستم ما هون رح حكينا عن تاو بسكند اوردر سيستم عمركم حكيتوا عن تاو بسكند اوردر سيستم طيب انا هون هذا السيستم عماله بيعمل ديكي مش هيك مش في هذا اكسبوننشال مش هذا الانفلوب اكسبوننشال مظبوط هذا الانفلوب اكس شو اللي بحدد الاكسبوننشاليتي شو بحدد الديكي تبعه تايم كونستنت اللي هو 1 على زيتا اوميجا ان واذا طلعت هون راح تلاقي هل هاي الدايمنشن الصحيحه هون ايش الدايمنشنز تبعت تي ايش اليونتس تبعت سكند ايش اليونتس تبعت زيتا دايمنشنز ايش اليونتس تبعت اوميجا ان 1 على سكند مش هيك او راديانز بير سكند فواحد عليها شو بصير سكند على سكند شو بصير فبصير اي تو ذا دايمنشنز فاليو اوكي ماشي زي ما كنا نحكي بالفيرست اوردر سيستم كنا نقول اي تو ذا ماينس تي على تاو مش هيك كنا نحكي مظبوط بس هون انا عندي تو كومبوننتس لما يكون السيستم اندر دامت راح يصير عندي هذول التو كومبوننتس هون اذا انت اوميجا ان ما راح تشوفها كفريكوانسي الحاله الوحيده راح تشوف اوميجا ان كفريكوانسي هي امتى لما يكون الدامبينج زيرو لما يكون الدامبينج زيرو راح اشوف الشكل التالي راح اشوف هيك مثلا هذا السيستم لانه فيش دامبينج الانرجي ايش عماله بصير فيها بتضلها موجوده كونستنت الانرجي موجوده كونستنت في السيستم فعم تتحول من كينيتيك انرجي من كينيتيك انرجي لبوتنشال من بوتنشال لكينيتيك ولانه فيش دامبينج ايش عم بصير ما عم بضيع اي شيء من الطاقه هاي فهذا هون الدامبينج عندي زيرو هاي الفريكوانسي ايش هلا اوميجا ان مساوي لاوميجا دي بس ما هي لانه هو فيش دامبينج بس هون ما بشوف اوميجا ان اللي بشوفه اوميجا دي ولذلك كنا نحكي تي بي وهذا مش هيك الفيرست تايم والرايز تايم على ايش كان يعتمد باي على اوميجا دي مش هيك فيرست تايم تو بيك شو بيساوي تي بي شو بيساوي باي على اوميجا دي باي على اوميجا دي مش هيك تي رايز شو كان يساوي باي على 2 باي ماينس بيتا على اوميجا دي ناسينهم هاي بتذكرين هذول المعادلات ناسينهم ناسينهم اذا هلا هون شو بقدر اعمل الان في هذا البندولوم اذا لقيت طريقه احسب اوميجا ان ولقيت طريقه احسب اوميجا دي بقدر اطلع الدامبينج اوكي هلا اوميجا دي سهله شو بعمل بعد نعد اطلع لي جهز لي هذا ستوب ووتش عندك هلا ما راح نعد سايكل واحده ليش الايرور اذا شو بعمل خلينا نعد 10 سايكلز فراح اعد انا من البدايه ولما يخلصوا 10 راح اقول لك وقف والسايكل شو بتتكون روحه ورجعه من روحه ورجعه مش روحه بس هيو ها هي هاي واحده تنتين لازم ارجع لهون مش هيك بيريود كامل ارجع من هاي صارت بيريود كامل فراح اخذ من النقطه لنفس النقطه مره ثانيه 10 مرات هاي راح نعد 10 اوكي هاي جاهز 1 2 3 هاي واحدة هاي تنتين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة هاي ثمانية هاي تسعة هاي عشرة هلا 18 ثانية 7 زائد ثانية إذا عندي 10 سايكلز يعني 10 تي دي إيش سوت؟ 18 سكند اذا تي دي شو بتساوي 1.8 سكند مزبوط بس انا شو بدي 1 اوفر ناخذ اف دي اول شيء انتبه بس حتروح تقسم وبعدين تاخذها اوميجا مزبوط اوكي بعدين تو باي اف دي شو بتساوي 1 على 1 على 1 على 1.8 قديش هات مع اله حاسبه يحسب وين زيد وهون تطلع طبعا اوميجا دي شو بتساوي 0.5556 وهذه طبعا وحدتها هرتز فوحده اوميجا دي فاوميجا دي راح تصير 3.4 3.556 ايش تطلع 3.49 وهي وحدتها ترانس بير سكند اوكي ماشي هي طلعنا اوميجا دي هلا احنا حظنا كويس بالحاله هاي لانه بنعرف نحسب اذا عرفت الطول تورك وعرفت جي بقدر احسب اوميجا ان اوكي وهلا راح نشوف من وين من الاشتقاق الهاي وقف الكاميرا اذا سمحت